عدالة اجتماعية
كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة حرية عدالة اجتماعية وعدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية وكرامة وعدالة اجتماعية هذه الشعارات لا نسمعها. كيف يمكن الحديث عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية واحد البلاد واحد الاقليم سميتو الناظور وان الاخوات بالعشرات 242 منظفة بدون مصدر رزق لثلاثة أشهر. سبقنا رسلنا كاتحاد المغربي للشغل جميع الجهات المعنية من سلطة إقليمية وجهات الشغل قصد التدخل ومديرية إقليمية كذلك باش يتعاجل المشكل الأخوات المنظفات اللي عانوا سنة كاملة مع الشركة النظافة السابقة اللي درنا أنا اعتصاما بطوليا لثلاثة أشهر. وفي الأخير غادي تعاود المارشي بعد هاد النضالات ديال الإخوان والأخوات. ما عندناش فاش نكلم ما عندناش فاش نعطيه ولادنا كنحشم على ولادنا دابا واش اللي كيتسنى إلا كان هدو جبنا الحضانة إلا كان جبت شعر كي جبناها قال لي والله عطيهم العصا علاش علاش هاد الشيء قال هذا خليو الناس يهضروا ويحكوا يشدوا الكراسي كيشدوا ويخليهم ولا جاب يخليهم ولاد الناس كيموتوا شا كيموتوا في البحور شا كيموتوا في الخوارع شا كيموتوا في الباقي شا كيموتوا في الدور اللي ما لقى مسكين ما يدخل في الدار علاش هاد الحق إلا ما قدر اللي ما قدر الناس يعيشوا يخرجوا يخليو اللي يقدر يعيش يعيش المسكين اللي ما يقدر يعيش المساكين يخرجوا الكرسي يخليو الاخر اللي يقدر لا ما يقدر يخليونا نعيشوا ولا يخلينا اللي ينوض يخدم على راسو يخدم على راسو غير يحيدونا نتحب الكراسي